الصباحيه كمدير فني توليت المسؤوليه في نادي كبير زي ريال مدريد وحققت معاه القاب كتير، وايضا الحقيقه الانجاز الاهم على مستوى الكره الاسبانيه هو تحقيق لقب كاس العالم 2010 و2012. بدايه، اي الانجازات انت تفضل او اي الانجازات من وجهه نظرك كان الانجاز الاهم والاصعب؟ أعتقد أنني كنت محظوظ، حقيقة الأمر كنت محظوظ أنني لعبت لسنوات عديدة مع الفريق الأول لريال مدريد، وبعد ذلك كمدرب للفريق الأول ثم كمدرب للمنتخب الإسباني. أعتقد أنني جئت في فترة مهمة سواء في تاريخ ريال مدريد والهيمنة على الألقاب، ثم بعد ذلك مع المنتخب 8 سنوات مع المنتخب حققنا لقب كأس أوروبا وكأس العالم أيضا. إيه هي الأسباب اللي وصلت؟ بالتأكيد طبعا أنا مدرك أنه الوصول للقب وبطولة بطولة بحجم بطولة كأس العالم مش وليد البطولة نفسها، ولكن بالتأكيد تم التحضير لهدف بهذا الحجم قبلها بسنوات وسنوات. إزاي اشتغل فينسنتي ديل بوسكي عشان يقدر يوصل بمنتخب اسبانيا لمنصه التتويج وتحقيق لقب كاس العالم؟ بدون ادنى شك هناك العديد من العوامل التي كانت متواجده في هذه الفتره، ولكن كانت هناك اللاعبين كثر في لاعبين اسبانيا يلعبون خارج اسبانيا وكذلك مدربين، هذا اثر بشكل كبير على المنتخب. كنا نعد المنتخب الاسباني في كل يوم بشكل جيد، كان هناك تخطيط مع الاعتماد على اللاعبين الشباب، مع تحسين جودة الملاعب، كان هناك إعداد كبير لقاعدة كبيرة من المدربين في تلك الفترة. في كل يوم كنا نقدم كرة قدم أفضل، كل هذا جاء من توحد إسبانيا بشكل عام لكي يظهر المنتخب بهذه الصورة. لم يكن لدينا شيء لنحسد أي دولة أخرى، ولكن ركزنا على أنفسنا. بمناسبة لقب كأس العالم اتحقق في 2010، ويمكن في التوقيت ده كان ريال مدريد وبرشلونة على مستوى الأندية يعني بيعيشوا أفضل فتراتهم، وبيضموا الحقيقة أجيال وأسماء تاريخية يمكن ما نقدرش نقارنهم بالأسماء الموجودة حاليا. هل ده ساعد منتخب أسبانيا على تحقيق لقب كأس العالم؟ وهل بترى أنه المنتخب الأسباني في نسخة كأس العالم 2022 تحت قيادة لويس إنريكي عنده نفس الفرص في تحقيق لقب البطولة؟ ليس فقط مدريد وبرشلونة هما يمثلا الكرة الإسبانية، نحن نتحدث عن قاعدة أكبر. كنا لدينا 5 لاعبين إسبان مثلا في ليفربول وفي مانشستر يونايتد، كان لدينا لاعبين كثر في الخارج، الأمر لم يقتصر فقط على ريال مدريد وبرشلونة. وفيما يتعلق بحصد اللقب، أعتقد أن أسلوب الكرة الإسبانية بشكل عام هو الأهم في هذه القصة، ليس فقط ريال مدريد وبرشلونة، نحن نتحدث عن هوية. في تلك الفترة كنا نطبق هويتنا ونلعب بطريقتنا، ولهذا أعتقد حاليا نحن لدينا مدرب جيد. أعتقد أن هناك تغيير الأجيال، ولكن حظوظنا قائمة في المونديال. ولكن خلينا نتفق أنه نسخة الليجا ما بقتش بنفس القوة أو بنفس الزخم مع وجود أو مع رحيل أسماء كتيرة جدا. يعني خلينا نتفق أنه في جيل بالكامل ودع الكرة في فريق برشلونة، فريق الريال استغنى عن جزء كبير جدا من أهم الأسماء اللي كان بيضمها الفريق زي رونالدو، جارث بيل، سيرجيو راموس، رافا فاران وغيرهم من الأسماء. هازارد تقريبا ما كانش موجود الموسم ده. هل تعتقد ده ممكن يكون ليه تأثير سلبي على نسخة إسبانيا في كأس العالم 2022؟ لا أعتقد. لويس إنريكي متواجد مع المنتخب منذ فترة، وعنده قاعدة كبيرة من الاختيارات من اللاعبين. سيرخيو راموس رحل، قد يأتي لاعب آخر غير سيرخيو راموس.
ولكن يجب أن نعترف أن هناك تغيير من الأجيال. لا يمكن أن نفكر في اللاعبين السابقين الذين ظلوا على مدار 12 سنة كومو بوسكيتس أو جوردي ألبا. هناك لاعبين جدد يمتلكون مستوى مميز للغاية. في قاعدة بتقول بالمناسبة أنه مش كل مدير فني ناجح مع الأندية يصلح لأن يكون مدير فني ناجح مع المنتخبات. أنت يمكن كسرت القاعدة دي. هل تتفق بداية مع المعنى أو مع القاعدة دي نفسها؟ ومن وجهة نظرك إيه الأصعب، أنك تدرب منتخب ولا تدرب نادي زي منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد؟ حسنا، كل مدرب له اختصاصاته، هناك اختلافات بين المدربين، ولكن الأهم نحن نتحدث عن قاعدة ثابتة ومشتركة بين الجميع. هناك إذا كان هناك مدرب يمتلك علاقات جيدة مع اللاعبين ثم يمتلك الشخصية اللازمة للترهيب على المستوى الرياضي، هناك اختلافات بين النادي والمدرب بالأكيد، ولكن القاعدة ثابتة في كل الأحوال. بمناسبة الشخصيات والنجوم، أنت كنت بتملك أكبر الأسماء الحقيقة في غرفة ملابس ريال مدريد، يعني يمكن الجيل الأهم الحقيقة، أهم الأسماء على مستوى كل الخطوط وكل المراكز كان بيضمها ريال في التوقيت اللي أنت كنت في مدير فني. ازاي كنت بتتعامل مع الاسماء دي؟ ايه هي الكواليس اللي كانت بتدور بينك وبينهم؟ ازاي كنت بتقود الفريق وتجدد دوافع مع هذا الكم الكبير جدا من النجوم والاسماء؟ اعتقد ان الامر طبيعي، انت تتعامل مع الامر بطبيعي بشكل طبيعي. هناك اختلافات، هناك لاعبين يأتون من جنسيات مختلفة وبعقليات مختلفة، ولكنك كمدرب محترف عليك أن تتعامل مع هؤلاء. تعاملت مع رونالدو، زيدان، روبرتو كارلوس، إييرو، هم لاعبون رائعون ومحترفون أيضا. أعتقد أن الأمر لم يكن صعب بالنسبة لي. بمناسبة الأسماء اللي أنت بتقولها ده